المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، وحدة صفوة عملية مختصة في التدخل الخاص، ووجه من أوجه تطبيق القانون وفرضه دون تحقيق نتائج سلبية بإراقة الدماء مهما كان الثمن. يوجه نشاطها أساسا إلى مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة واللصوصية وشل نشاط المجرمين الخطرين، فهي بهذا الشكل تتدخل في مختلف الظروف وعبر كامل التراب الوطني بأمر من السيد اللواء قائد الدرك الوطني. الرمي الاحترافي تقنيات الحراقين الغطس يحترف أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني تقنيات متعددة في شتى مجالات التدخل الخاص، حيث تفرض المفرزة وجودها بامتياز في ميدان تخصصها، إذ تطلع دوما بالمهام الخاصة المسندة إليها كالحماية والمرافقة، الحماية المقربة، الإغاثة والإسعاف، وكذا التدخل في الحالات التي تعجز فيها الجهات المختصة. فمن رحم المخاطر يحقق أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني النصر بأقل التكاليف الممكنة، فهم يعملون دوما وبدون انقطاع ليلا ونهارا في جو مفعم بالحيوية والنشاط، ومشحون في الوقت ذاته بالمخاطر في أداء منسق جماعي وفردي. تتم عملية الالتحاق بالمفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني من خلال انتقاء المترشحين المؤهلين بعد اجتياز امتحانات القبول الصعبة التي تعتمد في جوهرها على التمارين الرياضية والعسكرية وكذا القتالية. يخضع فرد المفرزة إلى اختبارات بدنية وأخرى صحية خاصة بأفراد الملاحة، يتابع بعدها الناجحون على مدار 6 أشهر تكوينا وتدريبا قاعديا دون انقطاع، حيث يتلقى من خلاله كل قواعد التدخل في شتى المجالات، إذ تعد له بمثابة القواعد الأساسية للتدخل الجماعي والفردي، وتكون له مرجعية في التكوين المتواصل. بعد اجتياز هذا التربص بنجاح يضم إلى صفوف فصائل التدخل حسب ما تحدده النتائج في جميع المجالات التي يتكون فيها، وبانضمامه إلى صفوف المفرزة يدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة التكوين المتواصل والشامل في شتى الظروف وفي كل الأوقات، مما يجعله عنصرا محترفا يعول عليه لأداء مهامه بكل إتقان.
يتابع الفرد بتقييم فصلي وسنوي على حد سواء قصد اختبار قدراته ومؤهلاته، وعلى ضوئها يتقرر بقائه في صفوف الوحدة أو صرفه إلى وحدات الدرك الوطني عند تراجع مستواه. ويشترط في دركي الوحدة التمتع بالانضباط والصبر وقوة الذكاء الخارق والتشبع بالقدرة على تحمل المشاق وتحين فرص التدخل مع الدقة في الأداء والتنسيق الجماعي والامتثال للأوامر لإنجاح المهام المسندة إليه، وهو بذلك يتمتع بتوازن نفسي داخلي تؤطره التجربة والرسانة من خلال تربية رد الفعل فيه. كما يعتمد تكوين الدركي المفرز على ترقية الروح الإنسانية واحترام حقوق الإنسان بالمحافظة على الأرواح خلال عمليات التدخل لتحرير الرهائن أو الحماية والمرافقة، وكذا أثناء عملية الإغاثة والنجدة. ولا يتأتى لدركي المفرزة الوصول إلى هذه المواصفات إلا بفضل التكوين المتواصل والشامل التي تعكف على أدائه إطارات أكفاء من عناصر المفرزة، تلقت بدورها تكوينا متعدد التخصصات بداخل الوطن كتكوين الساعقة أو خارجه بالوحدات الأجنبية المختصة. تشغل الرياضة حيزا كبيرا من البرنامج السنوي لأفراد المفرزة باعتبارها أساس كل عمليات التدريب لتحضير الفرد ماديا ومعنويا وجعله في حالة استعداد تام وتأهب مستمر للتدخل في كل الحالات وكل ما اقتضت الضرورة، كالكيك بوكسينج مثلا أو رياضة الكاراتيه أو حتى رياضة كمال الأجسام. تعتمد المفرزة في إطار عملية التكوين المتواصل الشاق على إجراء دورات تدريبية في المناطق الشبه الصحراوية أو الجافة التي تصل درجة حرارتها إلى ما يفوق 45 درجة مئوية، كمسير الساعقة الذي يقضي فيه دركي المفرزة على مدار 14 ساعة ما يقارب 60 كيلومتر ما بين عاصمة ولاية الزبان ومدينة القنيطرة قصد الوصول بهم إلى أكبر درجات التحمل. أضحى من الضروري أن يتمتع أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني بتقنيات عالية في استعمال السلاح وفي احتراف تقنيات الرمي بكل أوجهه، من رمي خاطف إلى رمي الدقة وصولا إلى رمي الثقة، وهذا بفضل التدريب اليومي الكثيف لتطوير مهارات الرمي بمختلف الأسلحة. وفي زمن مشترك يثبت قناصو المفرزة الخاصة بالتدخل للدرك الوطني قدرات عالية في عملية الرمي الموحد بإصابة الهدف دون غيره، مما يترجم فعلا التنسيق الجماعي والدقة في الأداء. إذا كان الخطأ يكلف غاليا ففي عالم المتفجرات مآله الموت، والحركة فيه بحسابها، والوقت جزء من العلاج والنجاح. هنا يبرز دور زمرة الحراقين في التعامل مع مختلف صنوف المتفجرات باستعمالها أو بإبطال مفعولها،
وكذا بمعاينة الحقائب الملغمة، وذلك عن طريق استعمال وسائل الكشف الخاصة بالوحدة، حيث يتم بعث آلة روبو التي تقوم مقام الحراق باعتبارها مجهزة بكاميرات ومدفع، إضافة إلى مزايا أخرى كالتفتيش، الجر وحمل الأهداف المشبوهة وتفجيرها، ضمانا للأمن والسلامة العمومية. قد تصطدم أحيانا عملية التدخل بحواجز مائية، لذا كان من الواجب على المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني أن تنشئ زمرة الغطاسين التي تطلع بدورها باجتياز مختلف الحواجز المائية باحتراف تقنية العبور، لتشكل حلقة متكاملة من عمل جماعي منسق أثناء عمليات التدخل والنجدة وكذا الإسعاف باستعمال مختلف وسائل العضوية لديها. وللحبال دورها في مختلف عمليات أفراد المفرزة، فهم يحترفون كتكوين عام مختلف تقنيات العبور والتسلق بنصب الحبال من على سطوح المباني وسفوح الجبال قصد التدخل أو تقديم مساعدات في النجدة والإغاثة، وبهذا تداعب أياد أفراد المفرزة الحبال بمختلف صنوفها وعقدها يوميا، مما أكسبها تقنيات بالغة في الاستعمال. كما يحترف أفراد المفرزة تقنيات عالية ومهارات كبيرة في مجال الحماية والمرافقة للشخصيات السامية وإخراجها من دائرة الخطر بكل الوسائل المتاحة لديها عند الضرورة، مبرزين في ذلك عمل جماعي منسق ومدروس بين خلايا الأمن والحماية. دفعنا الشوق للتعرف أكثر على هذه الوحدة الخاصة والصفوة العملياتية، حيث كان لنا شرف الحضور إلى بعض التمارين التدريبية حول الرد على الكمائن بطريقة احترافية استعملت فيها الذخيرة الحية واعتمدت فيها تقنيات حديثة مستلهمة من عمق تجربة أفراد المفرزة، والتي تخرج في جوهرها عن الإطار الكلاسيكي القديم الذي أثبت فشلا ذريعا في الميدان. ليلهم كنهارهم، يثبتون دوما وبدون هوادة كفاءة في الأداء ومهارة في التنسيق وفعالية في الميدان، يتحدون المخاطر ويحرزون النجاح من بين الخطوب وألسنة النيران. إنهم رجال المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، رجال التحدي اليوم وغداً.